صباح الخير، أنا أحمد فؤاد من تيتري. الطبيعي إن الإنسان يحب أو حتى يكره، دي مشاعر طبيعية جدا ممكن تيجي لأي حد، بس اللي مش طبيعي بجد إن الاتنين في نفس الوقت تحس بيهم ناحية نفس الشخص، الحب والكره. أحبك أكرهك أسيبك. لما بتحب حد بتبقى كل حاجة فيك عاوزاه، ومش بتقدر تفكر في أي حاجة وحشة تحصل. مش ممكن تكون بتحب واحد وفي نفس الوقت مش طايق تشوفه. مش ممكن تكون بتكره واحد وحاسس انك ما تقدرش تعيش من غيره. الحقيقه ان ده ممكن. لا ده مش بس ممكن، ده كمان بيحصل كتير. بيحصل كتير ان مشاعر الحب والكره تبقى موجهه لنفس الشخص. كان زمان العرب متخيلين ان القرارات الواحد بياخدها بتيجي من قلبه، وإن القلب هو مصدر أي فعل الإنسان، لكن العلم الحديث أثبت إن القلب هو مجرد مكان زيه زي أي عضو موجود في جسم الإنسان، وإن القرارات والفرمانات بتطلع من الدماغ مش من القلب. يعني محدش يقول إن قلبي بيحبه بس عقلي مش بيحبه. ده تفسير غلط للحب والكره لما بيتجمعوا مع بعض، لأن زي ما العلماء قالوا المخ هو المسؤول عن كل حاجة بما فيها الحب، يعني في مصدر واحد للمشاعر عند الإنسان. المشكلة لما المصدر ده يدي إشارتين سالب وموجب، ده ملوش غير معنى واحد في الرياضة ولا حاجة، ده في حالة إنهم متساويين. أما لو واحد أعلى من التاني، يعني مثلا لو قلنا إن الحب 8 والكره 5، يبقى المحصلة إن الإنسان بيحب مقدار 3 ومفيش حاجة اسمها كره خالص، لأن الاتنين كانوا عكس بعض. ده برضو تفسير الرياضة، ومش هو ده النظام اللي المخ ماشي بيه. حاجات غريبة بحسها. عقل الإنسان بيقدر فعلا يشيل مشاعر الحب والكره في نفس الوقت، لأن المسؤول عن المشاعر جوه دماغ الإنسان خلايا فوق المليار خلايا، وفي أجزاء في المخ مسؤولة عن الحب وأجزاء تانية مسؤولة عن الكره. فبقى عادي إن الإنسان يكره أو يحب، بس ده عند بتوع الفيزياء اللي ما قدروش يفسروا ليه الإنسان ممكن يكره ويحب نفس الشخص. علماء النفس قالوا إن مشاعر الحب والكره الموجهة لشخص واحد هي أقوى العلاقات الإنسانية. أيوة، أقوى العلاقات الإنسانية. الحب بس هو مشاعر رومانسية قوي، وحب أعمى مش قوي ولا حقيقي وسهل قوي إنه ينتهي. الحقيقة إن زي ناس كتيرة ما كنتش متخيل إن الحب والكره لما بيتجمعوا تبقى نتيجة كويسة. بالعكس أنا حسيت إني ضايع ومش قادر أفهم أنا بيحصل لي إيه، لما اكتشفت إني كنت بحب وبقيت بكره ولسه بحب. الحقيقة إن علماء النفس كمان قالوا إن الواحد لازم ياخد باله، لأن الحصول على توليفة الحب والكره المناسبة مش شيء سهل، وممكن يوصل في بعض الأحيان للكره بس، وساعات بيكون دخول الكره هو سبب انتهاء المودة بين الطرفين، مش تطور كويس للعلاقة بينهم. الحب والكره لما بيتجمعوا بيبقوا زي البنزين والنار، لو أسأت التعامل معاهم ممكن كل حاجة تفرقع.